وعارف ان الهجمه المرتده ربما زعلت مني ناس كتير او خسرتني ناس كتير، ولكن هفضل اقولها، اللي يزعل من الحق شكرا، شكرا مع السلامه، مش هقول كلمه تانية، شكرا مع 60,000 سلام، مع بدء التفاوض مع فرجاني ساسي. خرج الكابتن احمد شوبير محملا اللوم على الاستاذ مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك اللي تم ايقافه وتم تجميد مجلسه نهايه شهر نوفمبر الماضي 2020. تمام. خرج الكابتن شوبير يشيد ويتغنى بقيمه وقوه وقدره وبراعه اللجنه المعينه برئاسه اللواء عماد عبد العزيز، وبيضرب مثال لمجلس مرتضى منصور وبيقول لهم شوفوا التعامل ازاي مع الملفات، وبيكيل الاتهامات ان ازاي مرتضى منصور مشي وما جددش لساسي، وشوف بقى الراجل واللي بيعقد جلسات، وان اللجنه الخماسيه واللجنه الثلاثيه في نادي الزمالك اتعلموا منها بطاقة الجلسات وحسموا الامر، بل ان الامر قارب من الانتهاء مع ساسي، وان لازم جماهير الزمالك تسال مرتضى منصور انت كنت فين وساسي، عارف ان عقده هيخلص بعد 6 7 شهور، وانت كنت فين مع القرارات الخاطئه، وان الله يسامحه باللي عمله في الزمالك. ده بعد رحيل مرتضى منصور. انتظرت الكابتن احمد شوبير عقب الكوارث الاخيره والاخطاء الاخيره، ومنها قرار فسخ التعاقد مع باتشيكو دون جلسه واحده منهم من اللجنه الثلاثيه الراحله، وده الامر اللي كلف نادي الزمالك 1,400,000 يورو غرامه لازم الزمالك يدفعها والا العقوبات. استنيت الكابتن شوبير يقول انا هاجمت مرتضى قبل كده ومجلسه، عايز بقى عشان اكون عادل وحقاني ومنصف، اللجنه الحاليه عملت كذا خطا، وده 2 خطا وثلاث خطا. لم يتحدث الكابتن احمد شوبير. عدى الوقت 2 3 شهور ولم يجدد فرجاني ساسي. عدى الوقت ورحل مصطفى محمد الى تركيا، ولم يستطع احد في الزمالك او في اللجنه المعينه انه يقعد مصطفى محمد. خرج نادي الزمالك من بطوله افريقيا. الراجل باتشيكو لو كان كسب الترجي هنا كان خلاص صعد الزمالك، ولكن قال لك اقاله باتشيكو وهكر ترون، خسر الراجل هنا، خسر. ما تفهمش الماتش ده. استنيك كابتن شوبير يقول شوف القرار الخطا، شوفوا هو مرتضى. محدش في مصر اختلف مع مرتضى منصور قد شريف جمعه. محدش والجميع يعلم. ولكن أسوأ شيء في الدنيا إن أنت تحارب حد متكتف. أسوأ حاجة في الدنيا إن أنت تحارب شخص أعزل. وهو على كرسيه وهو موجود، حارب وقول اطلع. لا ما أقولش. اتجمد، اتوقف، بعد. فكل ما هطلع ما جددش في غلطة للجنة الحالية هقول مرتضى. حصلت أزمة ولاعب رحل هقول مرتضى. ديون على نادي الزمالك منها 30 مليون جنيه لباتشيكو اللي كان ممكن يمشي بالتراضي ومن غير اي مشكله، ما انت في موسم صفر. قال لك لا هقول مرتضى. قلت خلاص جايز فتره عدت والامر مش شخصي بين الكابتن احمد شوبير والاستاذ مرتضى منصور، او مش تخليص خلافات قديمه. وهفضل اقولها، أسوأ حاجة في الكون إن أنت تحارب شخص أعزل أو متكتف. وأنا واقف لك وفاتح صدري وماسك سيفي، تعالى بارزني وحاربني ويا أهلا بالمعارك. متكتف ما تجيش تقول لي ها أنا رافع سيفي، أنت فين؟ هشرح فيك. رحل ساسي ورحل باتشيكو وجت غرامات
اتحاد الاتحاد الدولي فيفا فيما يخص باتشيكو ولم يجدد اي لاعب لنادي الزمالك، واتاخرت المستحقات شهر واثنين وثلاثه وخمسه. مش انت يا كابتن شوبير كنت بتقول مرتضى ماشي ودينا، وانت كنت في شهر يناير اللعيبه متاخر لها 3 شهور، مرتضى اساسا ماشي في شهر 11 بعد ان لم تخن الذاكره بعد نهائي افريقيا بثلاث ايام، يعني نهايه شهر 11 كان 27 نوفمبر. يعني لو شهر 11 طبيعي ان انت ممكن يتاخر اخر الشهر، و12 واحد اللي حضرتك طلعت فيه، يعني بكلامك اللي انت بتقوله ما كانش فيه متاخرات على الزمالك. طب في الوقت الحالي الخمس شهور مع دعم الدوله والوزير وكل الامور دي والاستعانه بكيانات اقتصاديه، ما اتكلمتش ليه يا كابتن شوبير عن المتاخرات واللعيبه اللي بتهرب والفلوس والديون اللي زادت على نادي الزمالك عشان توصل 258 مليون؟ فانتظرت قرار رحيل ساسي وقلت استنى بقى اتفرج على كابتن شوبير علشان يدي بقى لكل واحد حقه، يقول لجنه الاستاذ عماد عبد العزيز، لجنه الاستاذ حسين لبيب، فلان الفلاني، لجنه الكوره، اللجنه التنفيذيه اللي موجودين. يعني مرتضى ماشي بقاله 12 وادي 6 شهور 7 شهور، قول 6 شهور يا سيدي، قول 6 شهور. في الست شهور ما قدرتش تجدد تمدد تحل مشاكل، بل ان انت زودت المشاكل. ففوجئت بكابتن شوبير ساب كل الامور ولم يذكر شخص واحد باي هجوم او انتقاد، حتى لو انتقاد هادي وجميل، وقام شايل سيفه وقال لك انت يا استاذ يا اللي كتبت عقد ساسي ما كنتش عارف انه ماشي 30/6؟ ازاي ما تحطش ينتهي عقده بنهايه الموسم الكروي؟ هي دي الأزمة يا كابتن شوبير؟ هو أنا لما يتحط في عقد اللاعب ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم غير بنهاية الموسم وأحط الكروي؟ أمال على أساس الموسم الأولاني ده الموسم الإيه؟ ما أنا مش فاهم، يعني موسم الإيه؟ موسم زراعة الخص والخيار؟ ما أنا مش عارف موسم إيه؟ ما يعني حد يفهمني، موسم الزراعة؟ موسم الحصاد؟ ما هو الموسم الكروي، ما احنا في دوري وده لاعب كوره يبقى الموسم الكروي، فلما يتحط بانتهاء الموسم يبقى الموسم الكروي. ما هم دول ما بيلعبوش سباحه ولا جمباز. فتقول لي لا انت يا استاذ، ها ما انا وراك يا مرتضى، ازاي ما تحطش كلمه الكروي؟ فكنت اتمنى يا كابتن شوبير حضرتك تكون منصف اكتر من كده، تقول مرتضى منصور عليه، عليه 1 2 3 4 5، بس ليه 1 2 3؟ حتى لو 3 عليه 5 عليه 10 وليه 3؟ عشان يبقى ميزاننا كده كده. لكن على طول ميزان عامل كده، على طول ميزان عامل كده، على طول، يعني ما في خالص خلاص. هو يعني الشخص ده او مجلس اداره نادي الزمالك مالوش اي نقطه ايجابيه؟ طب يكفي كلمة حق إن قعد مرتضى منصور ومشي، ما شفتش لاعب بيتمرد على الزمالك، ما شفتش لاعب بيقول لك مش ماضي، ما شفتش لاعب بيقول لك أنا ماشي إذا كان عاجبكم، ما شفتش لاعب بيقول لك مش نازل التمرين. أنا ما شفتش، لو أنت شفت قولوا لي شفنا. هي دي مش نقطة إيجابية؟ مع اللجان التانية شفنا كل ده، شفنا. طب أقول لك حاجة، لما تم إقالة جروس أو أيا من المدربين التانيين، ما تعرفش الموضوع كان بيخلص بتصالح بتاع فلوس بتيجي منين، مستحقات لعيبة بتيجي منين؟ في الوقت الحالي أصل اللعيبة ليها 4 شهور، أصل لسه نسبة 25% اللي كانت مستحقة 1/6، أصل فيه 6 لعيبة مش عايزين يمددوا، أصل ساسي ضحك علينا وعمل. طب اتكلم بقى، قول يا كابتن شوبير في 1 2 3 4 بعتب. لا، فوجئت بالامر كله. تلخص فيه مرتضى منصور. طب ساسي مين؟ مرتضى منصور. عقده مرتضى منصور. ديوني زق مرتضى منصور. المستحقات المدخره؟ لا، اصل مرتضى، طب ما هم بقالهم 7 شهور. قال لك ما فيش، انا عايز من الاخر يعني، ومحدش يزعل، ما تقوملوش قومه. علشان كده انا دايما بقول الراجل عامة في مبارزاته، الرجال، مش قصدي الشخص ان راجل ومش راجل، لا، الرجال عامة في مبارزاتهم
ترفع لهم القبعه، يتقال لهم شابوه لما تبقى المعركه متكافئه. ولكن شخص اعزل متكتف متجمد، يلا بينا، هل من مبارز؟ ولما كان سيفه في ايده ابعدنا عنه. علشان كده هفضل اقول اتمنى الميزان يبقى كده، اللي كده يبقى كده. بالله عليكم بلاش استخدام الشاشة في تصفية الحسابات.